برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، أسدل الستار عن دوري الرياضي لكرة القدم للفقيد الدكتور عوض سالم باوزير عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 150، والذي نظمه نادي القادسية بمديرية ساه وبإشراف من مكتب الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم بوادي حضرموت. الرعاية من قبل اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ المحافظة والأستاذ نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة أعطى دافع للأندية مشاركة عدد 12 نادي، كان مكتب الشباب والرياضة المشرف على هذه البطولة وإضافة إلى فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم. شمل الدوري الرياضي لكرة القدم على جميع أندية وادي حضرموت حرصاً من الجهة المنظمة على لملمة جميع الأندية الرياضية في مستطيل واحد لتعطي صورة حية لوحدة الكلمة ورص الصف الحضرمي. إدانا منا بمآثر ومناقب الفقيد دكتورنا العزيز رحمه الله عوض سالم باوزير. حقيقة أن التحضيرات كانت واسعة وكبيرة وفي شتى المجالات، وحقيقة أن هذا الدكتور قدم خدمات كثيرة وخدمات جليلة لهذا النادي وللمديرية بصورة خاصة وللجمهورية بشكل عام. بحضور الجماهير الغفيرة التي اكتظت بها جنبات الملعب، توج نادي شباب القطن بطلا لدوري الفقيد الدكتور عوض باوزير بعد تغلبه على نادي شبام بركلات الترجيح. يتمتع الفقيد الدكتور عوض باوزير بروح شبابية عالية، حيث خص الشباب في حياته بأنشطة وفعاليات مختلفة لأهميته بدور الشباب في بناء الأوطان. فهمي بارمادة، قناة سهيل، مديرية ساه.